حبيب، خدوا النبي الفطار ده وديه للنبي. طب ابرز يخي، برزت عينك من وشك يا بعين. خد نحلوح اهو، قول له يفطر ويروح يشوف اكل عيش. يا استاذ لمبة، يا استاذ لمبة. عايز ايه؟ الفطار يا استاذ لمبة. طب ثواني ونزل. اتيا اتيا، ما هو بقول لك اتيا، بقول لك اهو، بص مش شايفه يعني. يا ده هات الجنيه اللي انت لدعته من نجلاء مراتي. ده هو جنيه اعمى اعمى، انا هوديه للمغربي. هات الجنيه المغربي بلاش. هات، انت طلعت لي فوق؟ لا خلاص، يبقى نص جنيه. تطلعني فوق يبقى نص، يبقى جنيه. انما تحت اللي هو عند الماسوره يبقى نص جنيه. ها، هو كفايه عليك ده، خد ربع بجنيه اهو. احنا مش اتفقنا على نص جنيه؟ مش في ضرائب عقاريه لسوء الاحوال الاهليه؟ يعني قانونا وشك للحيط وقفاك ليا. يلا اسرح، يلا يلا. ده انت يال. لودة لودة لودة، ما همتش برضو على النوجة. طب عليك عليك، طب عليك يا جرى علي. لعدة طب عرش عم بقال زي أسدومة. أيوة أخ أسدومة. أيوة أخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النبي فين أسدومة؟ أنا اللي أسدومة. عملت إيه في الفرامل والدربليات؟ 100 100 يا باشا، من ساعة ما اللوست أشرف كلمني ظبطت لك كل حاجة، والفرامل 100 100 وبالقسط كمان. خد اطلع قدام بالعربية وتعالى بضهرك وقفنا اهو، واضرب فرامل ودربليات في الحتة دي. في الحتة دي. هي دي التجربة يعني؟ أه. ماشي، أنا جاي لك أهو الوقت. الله ينور يا استاذ دومه، بس انا بقى مش عايزه تصحف الزحفه اللي هي زحفتها دي. براء باذن الله. براء باذن الله. الله يخرب بيتك، اتاخرت كده ليه؟ انا دخلت يا استاذ والله عشان الاقي محامي بس يجي يترافع عن القضيه وياجلها. مفيش. نهار اسود على الليله السوداء. انت وبعدين؟ والفلوس اللي احنا خدناها من التريلا اللي على جنب ده يفرمنا. طب ما نعمل ايه يا ريس؟ انا دخت، انا جايب حتى رحت اجلت ربع اهو عشان اي حد يطلع. يخرب بيتك. انا عندي فكره يا استاذ. قول الحقني. ما تقوم كده بجلاله ادك وتترافع، وانا الحاجه للمحامين دول خالص. ورني وشك كده. ماله؟ انت جيت بالوش التاني النهارده مش كده؟ يا ريس انت بتتجنن يا ابني، انت مش عارف ان احنا اساسا احنا بناخد المدين وبنوافق مع المحامي وبنقبض احنا وبنخلع. ايه يا حاج؟ المحامي يا شريف افندي؟ المحامي في الـ في الـ في الكابينيه. ايه؟ في الكابينيه، يعني هو في الكابينيه وجاي. براءه باذن الله ان شاء الله. براءه، ابوس ايدك، شوف شكله عامل ازاي. ده مش بعيد يحطنا احنا الاثنين في مشترك ويغتصبنا دفعه واحده. فندي. نعم. بقول لك يا متر. ايه؟ ما تقوم تترفع انت ادام المحامي ما جاش ونتحاسب بعدين. المخ سنقر سنتريسي. اه؟ نادوا على القضيه. ايوه حاضر، ما انا عارف. نادوا على القضيه. والمصحف سمعت. خشب العظم. والنبي سمعت. لما قمت تترفع. يخرب بيت ابنك. الدفاع يتفضل. قوم فز. سيد الرئيس. سيد الرئيس. حضرات الساده المستغربين. أنا أحمد الحاجب، أرجو أن تتسع ساحة المحكمة لكي آخذ راحتي في الدفاع. اجري يا أشرف! هتجري! أبويا! أبويا! اجري يا أشرف! اجري يا أشرف!
خلصتوا يا عيال الاكزرسايز؟ لسه. ايه هو ده؟ احنا هنقعد اون ذا داي في وان اكزام؟ يلا يا اخويا كويكلي كويكلي ورايا طبيعي. عدسي برضو. بس وان. طب ايه رايكم بقى تحلوا صفحه الجرامير دي 180 مره؟ وفين الشعريه بتاعت الدروس؟ أبخ أنا جابت أبخ خلص بقى خلص بقى مزهقناهاش أوي كده بقى مش إحنا صلحنا في الموبايل قعدت أكلمك أزيد من 15 ثانية خلاص مش زعلان مش زعلان يعني؟ لا مش زعلان يا بنت والله شكلك لسه زعلان خلاص يا راجل مش زعلان يا بنت والله شكلك زعلانة مش زعلانة يا بنت سلمي مش زعلانه. دي بقى عامله ايه؟ كويس. لا يعني انت عامله اكل ايه؟ عدس. عدس؟ اه. والله العظيم عدس؟ تصدقني كانت نفسي رايحه له، احنا بقالنا كتير قوي ما بناكلش عدس، ده احنا لسه واكلينه من ساعتين. ايه يا نوجا؟ يوه يا لمبي اعمل لك ايه يعني؟ بفتك؟ يلا بقى يلا بقى ما تخلوا الناس بقى اللي هياكل حاجه فيكم قلت له زف يا عم انت بتدرس الزبالين ولا ايه؟ معلش خلاص حقك علي ده في واد بتلات ودان قاعد ده انا والشيف ورود بس شكله حلو فعلا شكله حلو ربنا كان هو كده اما تبقى بطنك كده مبقلله قدامك كده وطالعه وماشيه كده ماشيه لحد ما افتح باب الشقه واروح راني بقيت كرشك بره يا رب يا لمبي نفسي في حته عيل يملى علينا حياتنا يا بنت ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ما تقلقيش من شيء من رحمه ربنا وده من شيء خلاص من العالم الزباله اللي عندك دي عشان خاطر نروح للدكتور بتاع النساء والوليد وليد وليد يا لمبي اسمه توليد يا ست نسا وتوليد التوليد والنور اي حاجه انا حاسس ان المره دي في امل كده يا رب ابو عمر